السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. عاجل توقعات اللبنانية برسائل عسكرية يمنية للسعودية وإلى التفاصيل. كشفت صحيفة اللبنانية مقربة من حزب الله اليوم الأربعاء ارتفاع مستوى التوتر بين صنعاء والرياض إلى درجات غير مسبوقة. وتوقعت صحيفة الأخبار اللبنانية في تقرير لها عودة الأوضاع إلى ما قبل اتفاق خفض التصعيد. ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالعسكرية في صنعاء تأكيدها وجود استعدادات لتوجيه رسائل عسكرية للسعودية في حال لم تحدث انفراجها قريبا. ووصفت المصادر هامش التفاوض مع السعودية بالضيق جدا في ظل محاولات السعودية التهرب من التزامات السلام المتفق عليها والمراوغة. وكان قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك العوذي قد جدد تحذيره الأخير للسعودية من مغبة تجاهل أصوات الشعب اليمني، واصفا إياها بقارون العصر وقرن الشيطان، وهو ما يوحي بقرار صنعاء السير بخطواتها العسكرية في ظل التصعيد السعودي اقتصاديا. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.